على حاجة تانية اللي هي الكولر سواتشز. الكولر سواتشز هي تبقى مع الكولر محطوطة معاها في بين في تاب تانية اللي هي الكولر سواتشز جنب الكولر ميكسر، تمام، يا اما تكون في قائمة ويندو، تمام، مع كولر سواتشز اللي هي كنترول واف 9. احنا فاكرين كولر ميكسر كولر سواتشز من الويندو، هما مضمومين مع بعض في تاب واحدة. كنا اتفرجنا قبل كده ازاي نضمهم مع بعض. والكولر سواتشز مسؤوليتها ان هي تحافظ على الكولرز بتاعتك، يعني كولر بتاع بروجكت، تحافظ على الكولرز من صفحة لصفحة او من رسمة لرسمة، بحيث ان انت تحافظ على الشيب بتاعك من رسمة لرسمة ما يتغيرش. لان انت غالبا مثلا هتنتهي شغل من شغلك النهاردة، هتيجي بكرة او بعد بكرة ترجع تعدل نفس الشيب ده تاني، او عايز تكمل سين تاني، او عايز تعمل موفي كليب تاني بنفس درجات الالوان. فانت عايز تحافظ على الكالر سيت بتاعت البروجيكت. الكالر سيت بتاعت البروجيكت يا اما انت تضيفها بنفسك، ان انت تختار لون مثلا، بمجرد ما بتيجي عليه الاي دروب بتبان، تكليك عليه، تمام، وتروح هنا في الفاضي تضيفه. زي ما احنا شايفين الجزء اللي تحت ده، تمام، هو اللي انا ضايفه. طيب في حاجة دلوقتي هنا فوق لو انا عملت عليها كليك مش هتبقى باينة عندك، فانا هعمل دراج للجزء ده كده، تمام، و كده اوضح متهيألي. نكبره شوية بس عشان نعرف نشتغل عليه. دي الكولر سواتشز بتاعتك زي ما قلنا. في فرق هنا او في سيبريتور. السبريتور ده مسؤول عن حاجتين، دول الالوان السوليد ودول الالوان الريديال. الريديال والجريد واللينير، اللينير والريديال او الدائري والخطي زي ما احنا ما كنا قلنا من شويه. عشان اسيف الالوان دي فايل سيف كولر، هيسيفها لي على الفورمات دي اللي هي فلاش كولر سيت، تمام. انا كنت عامل واحده هنا اسمها دي اس ال، تمام، هسيف دي برضو واحده تانية اسمها دي اس ال 2، تمام، هقول له سيف. لو عايز تشوفها هي موجوده على الديسكتوب عندي، دي دي اس ال ودي دي اس ال 2، تمام. نرجع لفلاش تاني. طيب او ان انا اعمل حاجه تانية برضو، ان انا اعمل الاول ويب 216 كولر، دي هيرجع لك الالوان زي ما كانوا، اوكي، او ان انا اعمل كلير كولر، تمام، بقى عندي الابيض والاسود بس. ولما عاوز اضيف الوان، تمام، اروح بالاي دروب واعمل كده، واروح بالاي دروب تاني واعمل كده. زي ما احنا شايفين لما بنختار راديال بيضيف لنا اللون تحت، ولما بنختار سوليد بيضيف لنا اللون فوق. طيب نختار لينير برضو اللي هو اخر واحد من فوق، تمام، ادي حاطط لنا ادي لينير وادي الراديوم، تمام، وده الاصل اللي كان موجود تحت اللي هو الاثنين مع بعض الابيض والاسود الاولانيين، تمام. ممكن اسيف دي برضو كمان او اقول له اد كولرز. هنقول له اد كولر. انت عايزني اضيف كولرز منين؟ هو بيسبورت ان انت تاد كولر من نوعين اللي هو الفلاش كولر سيت او الكولر تيبل اللي هي اي سي تي. في برامج الالستريشن وبرامج الفوتو مانيبيوليشن زي فوتوشوب والالستريتور وفيكتور وكورل درو اللي هي برامج بتشتغل مع الفيكتورز، بتسيف الاكستنشن ده اللي هو الاي سي تي. فانت ممكن تختار او تمبورت من ديزاينر تاني كان شغال فوتوشوب، تختار الالوان بتاعته، تاخد الالوان بتاعته عندك، او ان انت تختار جيف، يعني تبقى رسمه ملف جي اي اف او اول فايل. ممكن تختار بيت ماب بس هتختار لك كل الالوان اللي فيها حتى اللي انت مش شايفها بعينك. او نرجع برضو للاساسيه بتاعتنا اللي احنا اللي هي فلاش كولر سيت. فلاش كولر سيت احنا كنا ضايفين دي اللي هي دي اس ال 2 او الاوبن، تمام، هضاف لي دي اس ال 2
تمام، لان هي كان فيها الالوان الرئيسيه اللي هم ال 216 لون الرئيسيين كانوا موجودين، بس لما حطوهم حطوهم بترتيب غريب شويه غير الترتيب الثاني. فاحنا ممكن نكليك كده وتقول له سورت باي كولر. سورت باي كولر رجعهم لنا قريبين شويه من اللي احنا كنا بنعمله، بس برضو يعني ترتيبهم مش متداول بالنسبه لك زي ده مثلا اللي هو الويب 216 كولر. وزي ما احنا شايفين حطينا الالوان اللي احنا كنا حاطينها في الاول. الكولر ميكسر زي ما بقول هيساعدك في ان انت تحافظ على السيميلاريتي او التشابه ما بين الرسومات بتاعتك، او تحافظ على الالوان من بروجكت لبروجكت، او من رسمه لرسمه، او من سيمبل لسيمبل حتى. هتعرف الكلام ده وانت بتشتغل، وزي ما اتفقنا كل مره هنخلص فيها تمرين نبتدي نعيده تاني. والعب، ارتجل، اعمل اللي انت عايزه، شوف الخطأ اللي انت عملته فين وارجع صلحه عشان تتعلم. اشوفك الدرس الجاي.